السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي المتواضعه. جيت لعندكم اليوم دابا وجبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه وخطيره وفن ورائعه ومجربه مني شخصيا، بقيت على راحتي. اي حاجه كنجيبها لكم اقسم بالله تكون انا مجرباها. هذه عشبه للاسف كنستعملوها غير مره في العام بدون قصد، ما كنقصدوش ولكن المهم كتكون عندنا في البيوت. هذه مزيانه مزيانه مزيانه، عندها فوائد كثيره. هذا سيدي إيلان، أنا نسيت طحنتو عاد صورت، راكم عارفين إيلان، والناس اللي في السعودية وفي مصر وجزائر وتونس راه ممكن يبحثو راه يعرفو الاسم ديالو. إيلان كنستعملو غير في الصفوف رمضان، هو راه عندو منافع كتيرة، خصو يكون عندك في الكوزينة بحال العطرية. هذا مزيان تيليق الناس اللي عندهم بومزوي في المعدة وفي المصران وفي المصارم، أي العصب. مشي عالطبيب تيقول لك عندك العصب في المصران ولا عندك العصب في 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 المعدة ولا في المصيرنات، كيبقى عندك السيرويات. ما الحقيقة ما قادي حتى شي حاجة. هذه جربتها، الاستعمال ديالها ساهل، غتاخديها من ورا الماء، من ورا الماكلة مع الماء، عفوا معلقة صغيرة ديد هكا مورا الفطور، هكا مورا الغدا، هكا من ولا حتى تعشي، حتى تفطري حتى تعشي. هذه المنافع ديالها، البومزوي اللي عنده في المصيرنات تيوافقني، حيت كاين اللي عنده بومزوي ما تيعرفش شنو الاعراض ديالو. بومزوي الاعراض ديالو كتبانش، كتبدا معنا من الصغر. دابا الطبيب كيكون عنده الوجع في المصيرنات، كدير الطبيب تيعطيك عليه الدواء وراه كيجي من العصب، ديري كيبقى يغوت على شي حاجه ما عارفين ليهاش. هذاك بومزوي تيكون وراثي ولا تيجي مع العصاب، كيبقى يكبر معانا يكبر يكبر، ولا لاحظتوا واحد البالغ من تحط يدك على البوط ديالو تلقى يضرب بحال القلب، هذاك هو بومزوي. كاين اللي ما عندوش هاد الاعراض، كاين اعراض اخرى ملي تتنعسي تلقى راسك كتكيطي بالدراس ديالك، اولا الفم ديالك تيسير منه الماء بالليل، كتفيق تلقى الريوق، هذاك راه هو بومزوي. وغالبا الناس تيكون عندهم في المصيرنات اللي كليتها ما كتبانش عليك، ضعيف ودغيا كتقلقي وما عندكش خاطر، اللون ديالك تيكون شاحي، هذاك راه بومزوي. وانا اقسم بالله العظيم والله شان عظيم لا منحلف به، هذه تبعتها لحد الان انا محافظه على الوزن ديالي، واخا الوليدات اللي عندهم الوليدات راه تيغوت معاهم وتيتعصب. كنستعمل هذا الشيء من تنفطر وكناكل. غالبا الناس يديروا مع الحسوبه كتقول لك تيليق العظام الهرس، وراه المنافع ديالو كثيره، بغيت تتبعيه نهار او نهار لا، بغيت تتبعيه. انا بعدا كنشربو كل ثلاث خطرات في النهار، بقيت راحتي عليه. هاد إيلان عنده منافع كثيره، والبيبي الصغير من فوق عام وفوق، انا ما تنضرش الصغيور، الصغيورين غتديري ليه كمون الصوفيا ولا ديري ليه اللويزاق حتى يتهدن، لان تبدا معاه من الصغر، اما من فوق عام وعامين فوق هكا يوميا، ويكون منيل مع الماء ولا مع دانون ولا مع الحليب، باش داك الوليد يكبر ويستافد من ديك الماكله. حنا بالنا كناكلو ولكن ما تنستافدوش، حنت المصيرنات مراد اللي كلينا تيمشي مع الفضلات، تيقول لك انا جربت كاع السيريات وجربت الكينات وما كاين حتى شي جدوى. هذا ملي غتاخدي ان شاء الله بحول الله غتبان فيك النعمه، اللون ديالك يتبدل وراه زوين زوين زوين، وراه بلا ما نحلف لكم الله شان عظيم سبحانه وتعالى الا مجرب ولقيت عليه راحتي. دابا نحمد الله ونشكره، ما بقيتش كنستعمل اي حاجه من غير الا ما طحنتو درتو في هذه القنينه هذه ديال الزاج، راني قربت نسالي ان شاء الله ملي نكملو نجيب ثاني غير الرابعه، كنحمصو شويه في المقله كنطحنو، كيبقى عندي الوليدات ديالي الصغيورين تنديرو ليهم مع الحسوه، تنعمر واحد المعلقه هكا صافي وتنعطيه. وشكرا.